الغيبة سرطان الحسنات، الغيبة سرطان الحسنات. أتناول هذا العنوان مع حضراتكم من خلال ثلاثة عناصر أساسية: أولاً معنى الغيبة، ثانياً مظاهر الغيبة، ثالثاً وأخيراً حكم الغيبة. فأقول مستعيناً بالله عز وجل، ربما الذي حملني على اختيار هذا العنوان مع حضراتكم جاء استكمالاً لما ذكرته في خطبتي الماضية عن خطورة الكلمة، فكانت الغيبة من أخبث الكلمات التي تخرج من الإنسان وهو لا يدري، وكانت الغيبة كبيرة من الكبائر تفشت بين المسلمين، وصار الناس يغتاب بعضهم بعضا وهم لا يدرون. فصارت الغيبة كما عنونت لها أنها سرطان يأكل في حسنات المسلم وهو لا يدري. من هذا المنطلق أردت أن تكون لنا وقفة مع الغيبة معنى ومظاهر وحكما. فأقول أولا معنى الغيبة، وهذا أو معنى الغيبة هو سؤال يجيب عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي طرح السؤال وهو الذي يجيب عليه، فيما ورد عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت في إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. انتبه لهذا الحديث جيداً وتدبر فيه معناه واعرضه على قلبك وعقلك، وانظر أين أنت منه. ربما تكون فاهماً فهماً خاطئاً لمعنى الغيبة وأنت لا تدري. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني أنا بذكره بحاجة موجودة فيه، واحد كذاب وأنا وهو مش موجود قلت عليه كذاب وده الناس عارفة أنه كذاب، واحد عصبي منفعل مش موجود ووصفته بهذا الوصف، سواء كان وصفا في الخلق أو في الخلق أو في الخلقة، ده المعاني اللي أنا بقولها صحيح. أنا بذكر واحد، دي الحقيقة اللي الناس عارفاها عنه. أي الحقيقة دي اللي أنت بتظن إنها حقيقة هي الغيبة اللي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، هي الكبيرة من كبائر الذنوب التي ذكرنا هذا العنوان من أجلها. أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ أنا ما كذبتش. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. فتلك هي الغيبة الخبيثة التي تؤدي بصاحبها إلى النار. أما إن لم يكن فيه ما تقول فتلك مصيبة أعظم. يعني أنا ذكرت بشيء ربما مش موجود فيه، هذا كذب وبهتان وافتراء على هذا الرجل، وإحنا فاهمين غلط إن أنا بقول الحقيقة في غيابه. هي سميت غيبة ليه؟ لأنك ذكرت إنسان في غيبته، هو مش موجود علشان يدافع عن نفسه، مش موجود علشان يرد عن نفسه. وما تجرأت أنت على هذه الغيبة إلا في غيابه، لأنه لو موجود ما كنتش ذكرت هذا الكلام. تلك هي المصيبة التي نقع فيها ونحن لا ندري. تعالى ثانيا مظاهر الغيبة. عايز أقول لك مظهر أو مظهرين
عند الإمام البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال قام إلى الصلاة وافتقد رجل فقال أين مالك ابن الدخشم؟ هيصلوا ومالك مش موجود معاهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسأل عليه أين مالك ابن الدخشم؟ فقام رجل وقال يا رسول الله ذاك رجل منافق لا يحب الله ورسوله. اختابوا ولا ما اختابوش؟ اختابوا وافترى عليه. ذاك رجل لا يحب الله ورسوله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل هذا. أما رأيت أنه قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله؟ مدام قال لا إله إلا الله بقى مسلم، ومدام مسلم بقى له حرمة، دي حرمته، ما ينفعش تذكره في غيابه. شوف في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم يقف ويقول أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. مسلم ليه حرمة، ولما تغتابه يبقى أنت بتخوض في عرضه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم ده عرض المؤمن، ده عرض المسلم. إن أنا ذكرته في غيابه قال يا رسول الله ذاك رجل منافق لا يحب الله ورسوله، قال لا تقل هذا. ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله؟ صارت له حربة. ده مظهر من المظاهر. عند البخاري ومسلم برضه كعب بن مالك في غزوة تبوك تخلف عن الغزوة. غزوة تبوك دي بتختلف عن كل الغزوات لأن كان المشوار بتاعها شهر على الأقل ذهاب وشهر إياب، كانت غزوة فيها مشقة وفي حر شديد، ولذلك الغزوة الوحيدة اللي أعلن عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا خارجين لهذه الغزوة، فيما دون ذلك ما كانش يعلن عن موعد ولا مكان الغزوة. كعب بن مالك تخلف ولم يكن له عذر. كعب بن مالك كان عنده حديقة بستان وكل يوم يبص على الثمار ويقول أنا هلحق بيهم إن شاء الله، أجني الثمار وألحق بالغزوة، أجني الثمار وألحق بالغزوة، حتى انفرط عقد الوقت منه فتخلف عن الغزوة. في تبوك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كعب، قال ما فعل كعب بن مالك؟ فقام رجل وقال يا رسول الله حبسه برداه والنظر إلى عتفيه. كعب بن مالك كان أمير في الجاهلية، كانش شخص عادي، كان أمير وغني وترك هذه الأموال كلها ودخل في الإسلام. فهذا الرجل وصفه بالوصف القديم، قال ده قاعد لابس العباية الحلوة بتاعته وعمال مختال بنفسه، بيبص لكتفه، واحد لما يكون معجب بنفسه بيبص لكتافه كده نوع من الإعجاب. قال حبسه برداه والنظر إلى عطفيه. فقام معاذ بن جبل وقال بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما نعلم عنه إلا خيرا. الرجل وقع في الغيبة ولا ما وقعش؟ وقع في الغيبة. أنا عايزك تبص للحديثين دول تلاقي أن في الحديث الأول والثاني تولى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل الرد على المغتاب. ده يعلمك إيه؟ يعلمك أن أنت لما تكون في مجلس فيه غيبة تذكر الحاضرين، تقول هذه غيبة، ترد غيبة الرجل اللي أخوك نهش منه، اللي اغتابه وقع في غيبته. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقل هذا، معاذ بن جبل قال بئس ما قلت. أنت أيضا إذا كنت في مجلس غيبة لابد أن ترد عن أخيك، ما قدرتش تعمل إيه؟ اترك المكان. إن قاعدة عند الفقهاء بتقول كده، إن لم تستطع إزالة المنكر فأزول أنت عنه. أنت قاعد مش قادر تتكلم، خايف تتكلم، مكسوف تتكلم، مالكش مجال للكلام، لكن ليك مجال للخروج. إن لم تستطع إزالة المنكر فزل أنت عنه. تعالى بص لواقعنا المعاصر تشوف الغيبة في زماننا يندى لها الجبين. أنا عايز أقول لك لو الغيبة ليها ريحة كان زماننا مش قادرين ناخد نفسنا.
للأسف الشديد ملأت الغيبة الأرض برًا وبحرًا وربما جوًا. كل عايز مش عايز أكون مبالغ، معظم المسلمين يقعوا في الغيبة وهم لا يدرون. لو فلترت كلامك وراجعت كلامك يوم من الأيام هتكتشف على قد تقواك وقربك من الله بس برضه بتقع في الغيبة وأنت لا تدري. ده سرطان، سرطان يتوغل في الحسنات. صارت الغيبة فاكهة المجالس، القعدة المجلس اللي ما فيهوش غيبة مجلس دمه تقيل. ده الواقع اللي وصلنا له. القعدة ما بتحلوش إلا بذكر الناس، ما بتحلوش إلا بذكر الغائب، ما بتحلوش إلا بالتريقة على خلق الله. مش ده واقعنا المعاصر؟ ده بعض الناس لما العلماء نهوهم عن الغيبة قال لك لو ما اغتبناش مش هنقعد، مش هنلاقي كلام نقول. شوف سيطرة الغيبة على المجالس لدرجة إني مش لاقي كلام أتكلم فيه. ما أنت بعيد عن ذكر الله، بعيد عن طاعة الله، بعيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت الغيبة هي فاكهة المجالس. اللي حزنك إنها تمتد إلى بيوت الله. شوف الله عز وجل قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ده البيوت للصلاة وللتسبيح وللذكر وبيوت الله. تقوم تدخل المسجد، أي تجمع كده أقعد في وسطه، اتنين تلاتة تجمعوا في المسجد تكتشف إن هم واقعين في الغيبة حتى في بيوت الله. ده يدل على إيه؟ إن إحنا خلاص الغيبة ما بقتش أساساً من أولوياتنا، ما بنحسبهاش هي حرام ولا حلال، ده موضوع بقى منتهي، وكأن الله طمس على بعض القلوب. بس شايف مش فارقة معاه، من كتر المعصية ائتلفناها، بقت أمر طبيعي. ده أنت في بيت الله تبارك وتعالى. اللي يحزنك مش إنها دخلت بيت الله تبارك وتعالى بس، إنها امتدت للعلماء. نحن خلاص خلصنا الوسط بتاعنا وصحابنا وحبايبنا وبدأنا نخش للمستوى الأعلى، حتى العلماء لم يسلموا منا. مش ده واقع يا أحباب؟ العلماء ورثة الأنبياء، الله عز وجل رفعهم ورفع قدرهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قاعد في المجلس وفي المسجد تيجي سيرة الشيخ الفلاني، يقول لك الشيخ الفلاني ربنا يهديه ما بنفهمش منه حاجة. طب ما هي غايبة للعلماء. تيجي سيرة فلان يقول لك يا عم ده متجوز واحدة واثنين وثلاثة. طب انت مالك؟ ليه بتجري ورا زلات العلماء؟ كلما ذكر عالم تلاقي الشيطان يجي لك ويطلع لك عيب فيه. وفي حد قال ان العلماء دول معصومين؟ العلماء دول بشر، بشر بيصيبوا وبيخطئوا. ليه تتتبع عورتهم؟ ليه تتتبع زلتهم؟ اسمع للحديث ده، خلي بالك منه قوي. حديث ورد عند الامام الترمذي وذكره ابن ابي الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايها الناس، او بيخاطب يقول يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان في قلبه لا تغتابوا الناس ولا تتبعوا عوراتهم. فمن تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته ولو في جوف رحله. لكش دعوة بغيرك. ليه شاغل نفسك بأحوال الناس؟ ليه شاغل نفسك بأخطاء الناس؟ ده جاب ايه؟ ده باع ايه؟ ده اشترى ايه؟ ده جاب بيت؟ ده جاب عربية؟ ده جوز ابنه؟ ده جوز بنته؟ شاغل نفسك بالناس ليه؟ تشغل نفسك بنفسك، عليك بنفسك. ده انت لو بصيت لأخطائك هتغنيك عن النظر لأخطاء الآخرين. والله كل واحد فينا يكفيه الأخطاء والذنوب اللي بيرتكبها، تشغله عن الآخرين. فصارت الغيبة في واقعنا المعاصر للأسف الشديد
نصاب بالزكام إذا كانت لها رائحة. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. وبعد، أخوة الإسلام، أنا زي ما قدمت مع حضرتك، الغيبة مش جريمة عادية، مش ذنب عادي، عدها الإمام الذهبي من كبائر الذنوب. ده الكلام اللي بنتكلمه ده بيجي في سيرة الناس، من كبائر الذنوب. أنت عارف يعني إيه كبائر الذنوب؟ هي مسألة خطيرة. لما تكون ذنب زي ده متفشي ما بيننا وهو مش ذنب عادي، كبائر الذنوب، قال لك العلماء الذنوب التي لا تكفرها الصلاة ولا الصوم. حديث عند الإمام البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم، بس بشرط إيه؟ إذا اجتنبت الكبائر. يبقى ديت بتفضل في الميزان، تحط في ميزانك في مقابل الحسنات، لا تكفرها الصلاة ولا الصوم، لكنها تظل في الميزان في مقابل الحسنات. كبيرة من الكبائر. آه، إيه اللي يدل على كده؟ اسمع إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ده مين اللي نهى؟ الله عز وجل. مين المنهي؟ أنت يا أيها الذين آمنوا، أنت المنهي عن ذلك. يبقى الله عز وجل لما يقول لك ما تعملش الحاجة دي، يبقى موضوع كبير، يبقى جريمة كبيرة ترتكب، ما ينفعش نستهين بها. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. نهي من الله تبارك وتعالى. وعشان الأمر يزداد إيضاحا، الله عز وجل يضرب لك مثل لكي يقربه إلى فهمك. يقول لك إيه؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ مين اللي يتصور المنظر ده؟ لو مسلم مات، احنا مطالبين نغسله، نكفنه، نصلي عليه، ندفنه ونصلي عليه، ده حقه علينا. لكن لو واحد مسلم مات ولقينا واحد بيقطع منه وبياكل، فين النفس البشرية اللي تقبل ذلك؟ فين النفس السوية اللي تقبل ذلك؟ اهو انت، الله عز وجل شبه لك الغيبة بكده. لو انت ذكرت اخوك في غيبته كأنك بتاكل لحمه، لأن هو لا يملك، الميت لا يملك الدفاع عن النفس. كذلك أيضا من وقعت في غيبته لا يملك أن يدافع عن نفسه، لأنه مش موجود معاك. شوف التشبيه صعب إزاي، صعب. مين؟ أي نفس تقبل ذلك؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ تعرف كان فيه ماعز الأسلمي صحابي وقع في الزنا وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له طهرني يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أقام عليه حد الرجل. لما كان بيرجم ماعز، كان فيه اتنين اللي شاركوا في الرجم، واحد بيكلم التاني. خلي بالك اللي بيتكلم واحد بس، لكن الحكم يشمل الاثنين، عشان تعرف ان اللي بيستمع للغيبة زي اللي بيقع في الغيبة. واحد قال لأخوه: ما زال بماعز نفسه حتى رجم كالكلب، يعني ما سطرش على نفسه، ربنا سطره وفضح نفسه حتى رجم كالكلب. سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية دي وردت عند الإمام أبي داود: ما زالت به نفسه حتى رجم رجم الكلب. النبي صلى الله عليه وسلم سمع الكلمة، وخيل وهم ماشيين مروا على جيفانتنا، لقوا حمار ميت وانتفخ. يعني انت لن تطيق شكله ولا تطيق ريحته. فلما وصلوا الى الجيفة، قال: اين فلان وفلان؟ الاثنين اللي وقعوا في الغيبة، مع ان واحد بس اللي وقع ده، واحد اتكلم وواحد سمع.
قال أين فلان وفلان؟ قالوا ها نحن يا رسول الله. يوم يقول لهم إيه بقى؟ شوف التصور، يقول كلا من هذه الجيفة النتنة. قالوا غفر الله لك يا رسول الله، من ذا الذي يأكل منها؟ قال إن نيلكم من ماعز كأكلكم من هذه الجيفة النتنة، وإنه لينغمس في أنهار الجنة. شوف حكمها صعب إزاي، حكم الغيبة صعب إزاي، شديد على النفس إزاي. تعرف في رحلة الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم مر على أناس لهم أظافر من نحاس، ضوافره من نحاس، يخمشون بها وجوههم، عمالين يجرحوا في وجوههم. ايه ده؟ ايه العذاب ده؟ عملوا ايه؟ قال من هؤلاء يا اخي يا جبريل؟ عملوا ايه؟ قال هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم. شوف الجزاء. انا عايز اقول لك انا خايف على نفسي وعليك ان احنا نيجي يوم القيامه ومعانا حسنات كتير وعبادة سنوات طويلة وتضيع علينا هباء منصورة. عشان كده لازم نقف وقفة مع نفسنا. حديث عند الإمام مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. ده المفلس اللي معهوش فلوس. ده الميزان ده في الدنيا، اللي معهوش فلوس مفلس، لكن ميزان الآخرة مفهوش فلوس، في حسنات وفي سيئات. قال المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ظلم هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته وطرحت على سيئاته ثم طرح في النار. يا رب سلم. واحد بيعبد ربنا 20 سنة 30 سنة 40 50 سنة بس للأسف ما بيتحكمش في لسانه. شوف يبقى جزاؤه ايه؟ تضيع الحسنات هباء منصورة. الميزان عند ربنا بالحسنات ليك وعليك، يا هتاخد حسنات يا تدي حسنات. يبقى انت لازم تخلي بالك، الموضوع خطير. خطورة الموضوع ان احنا مستهينين بيه. احنا لو بنتكلم على جريمة الزنا، الحمد لله الحمد لله ربنا يرزقنا العفاف، كلنا عارفين ومتجنبين، لكن كبيرة من الكبائر تتفشى بيننا، الموضوع عايز وقفة. يا ريتك تخلي بالك من كلامك، يا ريتك تقف مع نفسك تفتكر دايما الآية اللي قلت لك في الجمعة اللي قبل كده، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كلامك معدود عليك، افتكر إن أنت محتاج تحبس لسانك، افتكر إنك محتاج تقلل كلامك، افتكر إنك محتاج تنشغل بذكر الله، لأنك لو ما انشغلتش بذكر الله بتنشغل بالمعصية. افتكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكرته بيه آخر مرة وفي آخر الخطبة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يا ريتك دايما تحطها قدامك كده، يقول كلمة حلوة يا أفضل الصمت. أسأل الله عز وجل لي ولكم العفو والعافية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا